السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا من جديد بخوتي وبخواتاتي وبالأميمات وبالآباء وبكل من كيتابع قناة سحر الطبيعة فين ما كان. أيوا البنات، كاين شي تحضيرات، كاين شي استعدادات للشهر الفضيل رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب لا فاقدين ولا مفقودين. كاين شي مشتريات، كاين شي لوز، كاين شي زنجلان، كاين شي سفوف. الله يجيب غير الصحه ورزق البنات. كلشي كيتقضى غير بشويه بشويه. الاول حاجه بغيتكم تبداوها معايا هكا، وانا نعطيكم واحد شويه ديال الحماس وشويه ديال الطاقه الايجابيه، وتشجعوا هكا وتنوضوا يا لاله وتقضيو شغالكم. هكذا حسن من حتى كيقرب رمضان كنبقاو مضغوطين بالتخمه ديال الدار، وكذلك بشغالات اخرين وبتوجاد وبدير سفوف ودير شباكيه اللي كنوضوا حنا جري جري جري. على ذكر النوضو، بغيت نقول لكم واحد الحاجه زوينه البنات. حديث كيقول اللهم بارك لامتي في بكورها. البكور هو داك الوقت اللي كيكون بعد صلاه الفجر مباشره. الواحد ينوض يصلي صلاته في الفجر، يقرا ما تيسر من القران، وهكا يتوكل على الله وينوض ويتحزم ويقضي شغالاته. ربي كيبارك لينا في هذاك الشغل اللي كنقضيوه بكري، لان الرسول عليه الصلاه والسلام دعا ربه ان يبارك لامته في بكورهم. يعني في هذاك الوقت اللي مول الفجر ملي كنبداو نقضيو شغالنا، ربي كيطرح لينا البركه، كيعاوننا، كنحسوا بواحد القوه، بواحد النشاط، بواحد الفرحه، كيبدا يجينا كل شيء سهل بالعوين من صدر ربي. لهذا كنقول لكم هذا الكلام باش يا ربي نكون سبب انني نحفز البنات هكا الصغارات والعيالات اللي كيحسوا بالعجز، اللي خاصهم غير واحد الدفيعه باش يتحمسوا هكا وينوضوا يقضيو شغالهم. الله عسى نكون سبب يا ربي. لهذا اليوم البنات غادي نشارك معكم واحد الحيه زوينه بزاف بزاف، ساهله ماهله، ما غتخسري حتى شي حاجه. طرف ديال الجيكس ناشف، تنأكد ثم ناشف، انك غتشدي في يدك وغادي تمشي معايا. اي حاجه درتها ديريها في حالي وشوفي النتيجه بعينك، بلا مواد كيماويه، بلا برودويات اللي كياثروا لينا على الريه ديالنا وعلى القصبات الهوائيه ديالنا وكيخنقونا. من بعد عاد نبداو التحضيرات ديال رمضان وداك الشيء اللي غادي نشاركوا معكم من بعد بكل تاكيد، وغادي نعطيكم ان شاء الله واحد الشحنه واحد الطاقه كل نهار غنطلع لكم بها باش هكذا تحمسوا الشهر اللي كيكون قبل رمضان والايام الاولى، باش هكذا نكونوا كنا ان شاء الله نقضيو شغلنا وحنايا ناشطين وعاجبنا الحال. كنتمنى يا ربي ما تنساوش اختكم من لايكاتكم اللي ما كتنساكمش دائما، حتى نتوما يا ريت ما تنساوهاش، جزاكم الله كل خير. نمشيو نشوفوا هاد الاستعمالات الجيكس العجيب الناشف شنو غادي يدير معنا اليوم. نتمنى لكم فرجه ممتعه. ونبداو نتوكلوا على الله البنات ونقولوا بسم الله. عندنا اينوكس وعندنا الالومنيوم، الجيكس الناشفه البنات بدون خلطات. غناخذ واحد المورصو بحال هكا، دابا حنا ما غنستعملوا لا ما لا والو، هكا كما وريتكم غادي تمشيو مثلا اي انيه عندكم ديال الاينوكس، سواء بريق سواء كسرونه، مهم اي حاجه، اي حاجه كان فيها صفوريه او كان فيها حروق او لم مثلا من غير الدهون والحروق، انه شفتوا ديك اللمعه انها بدات كطفى، ما بقاش كيبري، ما بقاش كديك البري، داك الاينوكس اللي كيبان لكم كيبري، هانتوما شوفوا لاحظوا معايا غير بالناشفه البنات. انا باغاكم البنات وبشده انكم تجربوا كلامي اللي كنقول لكم، شوفوا اللمعه كيفاش كترجع، غادي يرجع كيبري وما غيبقاو فيهم لا طبايع لا حتى شي حاجه. دابا هنا دوينا على الاينوكس، غادي نجيو للالومنيوم، واكثريه كنلقاو هذا المشكل في البرارد. شوفوا معايا هاد الصفور هي اللي كتبان لكم، غادي نزولوها غير بالجيكس وغادي تزول وغتشوفوا اللمعه. شوفوا دابا كيطافي ما كيبري ما والو. ها انتما البنات، ها انتما شوف، ها هي ديك الصفوريه كتزول، ها ما غتبقى لا صفوريه لا حتى شي حاجه. شفتوا بقات شي صفوريه، بقات شي حاجه، ها انتما. وهانتوما بلا مجهود، بلا ما، بلا تصرصيط كما تنقول انايا صراصط والما وتزع ليك، هانتوما شوف ما بقاتش هذيك الصفوريه وحتى شي حاجه ما بقات. الاستعمال الثاني هو جميع الالات الكهربائيه اللي عندكم في المطبخ البنات، كما بغات تكون باتور، عصاره القهوه، عصاره ديال الليمون، الخلاط الكهربائي يعني مولينكس اللي عندكم، حتى هو كذلك واحد القطعه ناشفه ديال الجيكس، ودوزوا عليهم البنات راه ما كتبقى فيهم حتى حاجه، داك الطبايع وداك اللي دام كلشي كيهزول البنات. ها نتوما ويلا لاحظتوا الالات ديالكم بقى فيهم هذاك الفرتيت اللي كيخرج بحال هذا، ها هو ديال الجيكس هذا، غادي تاخذوا غير لانجيت من بعد ولا ورق المطبخ، ومن بعد ما تدوزوا هكا بالجيكس غادي تمسحوا غير هذوك الشعيرات اللي كيطيحوا من الجيكس، صافي ما غتقيسوا لا ما لا حتى شي حاجه. ها نتوما كلشي ان شاء الله غادي يخرج كيشعل، ها نتوما ما كتبقى فيها حتى حاجه. كذلك دوزوا على البريز، خصوصا حتى اللي كيكون ديال الابيض كيبان فيه الوسخ، بريز ملي تيكون بيض هكا حكوه بحال هكا ناشف كلشي كيزول البنات، حتى حاجه ما كتبقى.
استعمال موالي البنات وهو غنضربوا عصفورين بحجر واحد، وكذلك على الناشف هو اننا كنشدوا المواس ملي تيكونوا عندنا حافيين، اول حاجه غادي نمضيوهم، وثاني حاجه قلنا غنضربوا عصفورين بحجر هو اننا كنرجعوا لهم ديك اللمعه الا كانوا كيبانوا لينا ان المواس داروا ما بقاوش. عرفتي ديرهم، جاتني الدجاجه جات حدايا وبعضت، وملي كتبيض وكتنوض كتبقى تغوز زعما رانا بط. صافي كتشدوهم بحال هكا، وسمحوا لي بزاف على صوت الدجاج، وكي ما تحكمش من هنا باش الله يستر ما تضربوش يديكم، يعني فوت في الجيكس ويضرب لكم يديكم، ديروهم على الظهر ديال الموس بحال هكا، وانتم غاديين جايين وردوا بالكم الله يعطيكم السر، راه الموس واعر بحال هكا، راه كترجع ليهم ديك اللمعه. ولا بغيتو تمضيوهم خذوا هذاك الجيكس الاخر ديال السلك، هذا هذا على الشندوي، هذا هذا البنات ديال السلك هو اللي ديروه وبعدوا يديكم، هانتوما ديروا بحال هكا راه كيرجع ليه المضى وكيولي ماضي كيولي كيبري. استعمال اخر البنات وهو في المرايات، خطيره البنات في ازاله على الناشف دائما، في ازاله ديال الطبايع وديك الضبابه وداك الشيء اللي كيكون في المرايه، شدوا هكا وحكوا عليها هكا بلا نقطه ماء، ما تقولوش البنات راه غادي يجرح المرايه ولا غادي يشرطها نهائيا، حكوا بها هكا وشوفوا المرايه ديالكم كيفاش غادي تولي كتشعل. كذلك هذوك لي زيطاجير اللي كيكونوا ديال الزاج سواء عندكم في الحمام اولا عندكم في المطبخ، كذلك مسحوا، المهم اي حاجه كتعلق بالزاج مسحوا بهم كذلك بالجيكس ناشف وشوفوا كيفاش غادي يخرجوا. كذلك الزاج اللي عندكم ديال السراجم في النوافذ ديالكم مسحوهم كذلك بالجيكس ورجعوا لي الخبار البنات، غادي تولي عندكم المرايه غزاله بلا منظف بلا يعني جورنال بلا حتى شي حاجه. كنتمنى هاد الاستعمالات اللي شاركت معكم لحد الان تعجبكم، ويا ريت فضلا وليس امرا اللي نساتني تمشي دابا دير الاختها واحد اللايك ولكن كامل الشكر، ونمشيو نشوفو استعمال اخر. ويلا ها البنات واش كتحسبوا ولا ما كتحسبوش؟ يلا معايا في الاخير غتقولوا لي شحال من استعمال درنا. هنا البنات شوفوا انا عمدا خليت هاد لانكاسه توسخ، شوفوا شتو شكي موسخه، انا دابا غنديرها لكم قدام عينيكم هاد القضيه، كذلك بالجيكس الناشف للتنظيف ديال لانكاسه زوينه بزاف بلا ما، اللي كتعرفوا بان لانكاسه ما كنقدروش نكبوا عليهم الماء، غير بالجيكس الناشف غادي يخرجوا كيشعلوا. كذلك واحد الحاجه وهو انه كتعرفوا ملي كيكونوا عندنا مثلا المعلميه في الدار ولا كنصبغوا الدار ولا شي حاجه، انتم شوفوا هاد الوسخ اللي كاين هنا ديال الدراري، شوف الدراري كتكون يديهم مسخه ما عندهم غرض، واخا هكا كيشدوا يشعلوا الضو ويطفيوا الضو. المهم رجع لكلامي، قلت لكم ملي كيكونوا عندنا مثلا صباغه في الدار وكيصبغوا وكطيح لينا الصباغه على لانكاسه اولا القبص اولا الجير اولا كيما بغا تكون، كذلك اي نوع من الصباغه راه غير بالجيكس هكا بالناشف كتزول. هانتوما شتو ما بقات فيها البنات لا طبايع لا حتى شي حاجه، رجعت جديده. كذلك هذه المنطقه هذه كتكون عندنا مسخه، هذه البلاصه هذه ما نقولش لكم بالناشف، هذه البلاصه كون كانت فايانس، واخا انا باقا غنرجع لهذه الفكره ديال الفايانس، وبما انها صباغه غديروا واحد النقطه ديال الصابون البلدي هنا وغادي تجيو بحال هكا ومسحوا هذه البلاصه، وتفكروني يا البنات واش غادي يزولوا هذيك الكحوله اللي كتكون في جنب لانكاسه وتحتها ولا ما غاديش تزول. يلا ندير معكم تحدي يا البنات، اللي مسحات هذه البلاصه اللي كتكون مسخه وزالت ليها بالصابون البلدي وهذا وجيكس ترجع تقول لي الخبر. الاقتراح الاخر البنات وهو فيما يخص الفايانس، الفايانس اللي كيكون عندنا في الكوزينه اولا في المطبخ اولا في الطواليط اعزكم الله فين ما كان، وبغيتوا اكثر هي في الكوزينه اللي كتكون فيه الدهون وكتكون فيه ديك النقط الصفر ديال الليدام عرفتوهم وديال البخار وداك الشيء، كذلك غير بالجيكس الناشف كتشدوه كتمسحوه هكا بلا ما بلا برودويات بلا حتى شي حاجه، غير هكا كتمسحوهم بالناشف كدوزوا على ديك البلاصه كلها اللي عندكم مسخه بالجيكس راه كتزول نهائيا. كذلك الا كانت عندكم الصباغه نازله على الفايانس اولا النقط ديال القبص اولا اي حاجه كلشي كيزولوا الجيكس، ولكن كنرجعوا نقول بالناشف كنأكد عليها بزاف بزاف بدون نقطه ماء. هنا البنات كتعرفوا مع يعني مع المداومه على الطباسل ديالنا اللي كناكلوا فيهم وداك الشيء، واخا كنغسلوهم كندوزو عليهم بالحلفه وداك الشيء كيبقى عندنا واحد الكالكير هنايا واحد الترسوبات اللي كتكون صفر، كذلك هو مثال غتشدوا غير جيكس ناشف وغادي دوزو عليهم. لاحظوا معايا شوفوا البلاصه هذه هانتوما واخا كنمسحها بيديا ما كيزولش، ولكن ملي غادي ندير هانتي ها هو واحد الطبعه ها هما طباعي الصفر غادي ندوز عليهم بالجيكس ناشف ها هو شو وكيرجع كيبري فين ما كان شي صفور. يا البنات كترجع لكم القعر ديال الطباسل ديالكم غزالين، هانتوما شوف شو ها هو بالناشف، انا كنرجع وتنأكد بالناشف ما غتبقى عندكم، شوفوا هاد الصفوريه اللي كاينه هنا ها هي شتوها هنا وهنا هانتوما شتوها ما بقاتش ها
كل شيء غادي يزول البنات. الصفور هي كاع اللي كتكون عندنا هنايا في تحت التبصيل ما غتبقاش، وغيرجع بيض هكا كيشعل. كذلك غادي نقول لكم واحد الحاجه اللي تكون شفويا، ملي كتجيبوا كميه كثيره بحال دابا 5 دراهم، راه تبارك الله فيها الخير والبركه. غادي نضربوا كذلك عصفورين بحجر. الا كان عندك شي مقص اللي حافي كتجيبي هذاك الرولو اللي جبتي ديال الجيكس وكتبقاي تقطعيه بالمقص. انا ما بغيتش نقطع هذا لان غيولي عندي مرسوات صغار. غنوصل لكم الفكره، ملي كتسرحوه بحال هكا كتبقاو تقطعوا القياسات اللي بغيتوا بالمقص، منها كيمضى منها نتوما كتقطعوه. بحال دابا قطعتوا شي مرسو بحال هكا، غادي تشدوه وغادي تطويوه بحال هكا هكا، وكذلك ومثال حتى كيوليو عندكم بزاف من هادو، وكتحتفظوا بهم شي بواطه وكتسدوا عليهم. سدوا عليهم البنات، ضروري ما يقيسهمش الماء. الا مشى حتى قاسهم الماء كونوا على يقين 100% انهم غادي يصديو وغادي يتفرتت وغادي يضيع في حاله. هنا غادي نقول لكم واحد الحيله، جوج تدابير ديروهم للجيكس. الى مثلا خدينا واحد المرسو بحال هكا استعملناه وبقى لينا صحيح، هو غالبا الا بقى فازك واخا نحطوه هذا كيصدي وكيتلاح. الفكره الاولى شنو هي واللي مضمونين البنات، راه تنعطيكم شي حاجه اللي مضمونه وربي شاهد عليا. من بعد ما انه كيكون فازك هكا وكنحيلو به كنشدو، واخا يكون فازك غديروه في واحد البلاستيكه بحال هكا، سدو عليه ودخليه للمجمد ضروري، ماشي الثلاجه لتحت، في المجمد بحال هكا راه كيبقى مزيان حتى الاستعمال الثاني ولا الثالث، المهم حتى كيبدا يذوب معكم ويعني سالي، راه ديك الساعه عاد كيتلاح. الطريقه اخرى هو انك كتاخذي قرعه ديال الماء وهو كيكون فازك بحال هكا، وكتجي وكتخشيه هنايا في القرعه عندك هنا في الماء هكا. الا بقى هكا في وسط الماء كونوا على يقين ما يطرى ليه حتى شي حاجه، بعكس انه الا بقى هكا عريان غادي يصدي وغيمشي بحاله. قلت لكم البنات كل شيء ما عندي، الا بقات شي استعمال اخر ان شاء الله باقي الايام ندرجوا لكم شي فيديو اخر. كنتمنى يا ربي ما كنتش طولت عليكم، كنتمنى كذلك الفيديو كله يعجبكم وتستافدوا منه ولو فكره واحده. ويا ريت ما ياريت ما تنساوش خصكم بنتكم اللايكاتكم ومن البارطاج باش تعم الفائده على الكل. لهلا خطيكم عليا، كنبغيكم وكنموت عليكم وعواشركم مباركه. لهنا الفيديو ديالنا غادي يسالي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الرحمن، والى اللقاء ان شاء الله مع حيه اخرى ووصفات اخرى، مع الف سلامه.